أهلا وسهلا بكم جميعا. أود هذا المساء أن أوجه رسالة إلى إخوتي الفلسطينيين واليهود، رسالة إلى إخوتي الفلسطينيين واليهود. في هذه الأوقات الحالكة التي تعيشها منطقتنا، أود أن أوجه رسالة لإخوتي الفلسطينيين واليهود على السواء. ما يحدث اليوم من قتل ودمار مروع في منطقتنا كان من الممكن تفاديه بكل سهولة لو قبلنا تحكيم العقل. لا أحد منا اختار دينه ولا عائلته ولا لغته ولا مكان تواجده ولا حتى اسمه. وهذه الأرض التي يطحن بعضنا البعض فيها دون رحمة يمكن أن تسعنا جميعا إذا قبلنا بمبدأ المساواة للجميع دون أي تفريق على أساس الدين، كما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى التي تقول: يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء. والمادة الثانية التي تقول: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون ما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين. هذا الصراع الذي دام أكثر من 70 سنة يمكن حله في أقل من 7 دقائق إذا قبلنا جميعاً الالتزام بهاتين المادتين. وإذا لا نتفق على ذلك فسوف يستمر القتل والدمار إلى ما لا نهاية، ويروح كثير من الأبرياء ضحية هذا الصراع الجنوني. علينا جميعاً أن نتفق الآن اليوم وليس غداً على إقامة دولة مواطنة، وليس دولة يهودية أو دولة إسلامية. نريد دولة مواطنة تعامل الجميع بالمساواة وفقاً للمادتين المذكورتين، متبعين في ذلك النموذج السويسري، حيث يتعايش بسلام ووئام 4 مجموعات عرقية ولغوية ومجموعات دينية كثيرة. وهذا كفيل بحل جميع مشاكلنا اليوم وفي المستقبل. أطالب الدول العربية والإسلامية والغربية والأمم المتحدة دفع طرفي الصراع لقبول مثل هذا الحل. وأطالب الدول العربية والإسلامية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وقطع إمداد البترول والغاز عن الدول الغربية التي تساند إسرائيل وتؤجج الصراع في منطقتنا. فالغرب فقد أخلاقياته ولا تهمه إلا مصالحه، فإذا ما تم تهديد مصالحه سوف يرجع إلى نهج أخلاقي يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان. أدين بشدة الدول الغربية والإعلان الغربي اللذين يدعمان دولة إسرائيل، واعتبرهما مسؤولين عن كل نقطة دم وعن كل دمار يحدث في منطقتنا، كما أدين الأمم المتحدة التي خلقت هذا الصراع وفشلت حتى في فرض إيقاف النار لإيقاف نزيف الدم في منطقتنا. ولكن أولا وآخرا علينا جميعا في منطقتنا فلسطينيين ويهود
السعي لإنهاء هذا الصراع الذي لا يخدم إلا مصالح الغرب ودعاة الحرب. العبد الفقير دكتور سامي الديب، قانوني فلسطيني في سويسرا، مترجم الدستور السويسري للغة العربية للحكومة السويسرية، ومترجم القرآن إلى 3 لغات. أنهي هذه المداخلة راجياً أن توزع هذا التسجيل على أكبر عدد ممكن من الناس، لعل وعسى يصل هذا الدعاء إلى أذان كل اليهود وكل الفلسطينيين. دمتم على خير.